في إطار حملة حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، نظمت أمانة التنظيم المركزية لحزب حماة الوطن برئاسة الدكتور أحمد العطيفي زيارة لمحافظة الفيوم في مؤتمر تعريفي بإنجازات الدولة المصرية بتواجد بعض قيادات الحزب وعدد من المسؤولين. كلنا فخر وسعادة اليوم وإحنا في الفيوم. عايز أقول لحضرتك بعد جولة لمدة 8-9 أيام على كافة محافظات الصعيد نهاية بالفيوم، أحب أقول لك وأنا بكل ثقة إحنا مطمئنون على جاهزية قواعدنا وكوادرنا التنظيمية على الأرض في كافة ربوع مصر بمشيئة الله تعالى لتقديم نموذج مشرف في الاستحقاق الرئاسي في دعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة قادمة بمشيئة الله استكمالا لمسيرة العطاء والتنمية التي بدأها سيادته. المؤتمر النهاردة حضرتك شفت حضروا ما يقرب من 2000 كادر تنظيمي من الحزب على مستوى المحافظة بمختلف أماناته حتى القرى، والكوادر دي جاهزة وعلى تم الاستعداد لبذل قصارى الجهد لدعم سيادة الرئيس في الحملة الانتخابية. الآلاف كانت حاضرة، وده بس طبعا عشان المكان، لكن احنا بنأكد على دعم سيادة الرئيس لانتخابات جديدة ودورة جديدة، وان شاء الله مستقبل مصر ويستكمل مسيرة التنمية ومسيرة التقدم في الفترة اللي جاية. احنا ان شاء الله في محافظة الفيوم جاهزين تماما من دلوقتي للقيام بأعمال الحملة الانتخابية لسيادة الرئيس، وزي ما سعادتك شفت في المؤتمر كل الدعم من كل الفئات موجود، وان شاء الله احنا نتمنى وده هيحصل بإذن الله في أعلى الطبيعة ان احنا ان شاء الله نقوم بدور محترم جدا ونظهر صورة جميلة عن محافظة الفيوم. المؤتمر عمل على توضيح التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية، كما وجه رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي وأهمية المشاركة الفاعلة. طبعا بنبلغ القيادة المركزية كلنا إيد واحدة في الحملة الرئاسية لتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نبعث رسالة إلى قيادات الحزب جميعا، بنقول لقيادات الحزب الفيوم يد واحدة رجل واحد على قلب رجل واحد، وندعم السيد الرئيس في استكمال مسيرته التنموية. إن هو يوم في حب مصر، ويوم ليه في حب مصر؟ لأنه هو في حب اللي يعتبر الأب الروحي لجمهورية مصر العربية. وإحنا من محافظة الفيوم بنقول للرئيس كمل مشوارك وإحنا معاك وكلنا داعمين لحضرتك، وبإذن الله خير لمصر كلها، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. يا مأوى الخايف، يا أم الناس الجدعان، يا بلدي مني ليكي، يا بلدي مني ليكي أخدع تحية وتعظيم سلام. تعتبر الفيوم هي المحطة رقم 8 في خطة حملة الحزب التعريفية، والتي تنطلق بدافع المسؤولية الوطنية التي تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات.